نكبة 11 من فبراير، فوضى توسر تشريد ملايين اليمنيين وتدمر مقدرات البلاد وخيراتها. في ظل تراخي الحكومة، نزع قيود التفتيش على ميناء الحديدة واستمراره على موانئ عدن. في يومها العالمي، الإذاعة اليمنية تواجه الإماميين الجدد وتنشد السلام في وجه الأبواق المسعرة للحرب. أكثر من 37 ألف قتيل، زلزال تركيا يصبح خامس أكثر زلازل فتكا في القرن الحالي. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في ملفات إخبارية، والبداية من زميلتي فكرية. تفضلي فكرية. نعم، مرحبا بك صادق، مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم. آثار تدميرية وكوارث حلت بالوطن في أعقاب فوضى العام 2011 التي لا يزال يكابر البعض بالاحتفاء بها متعاميا أو متغافلا عما آلت إليه الأوضاع في البلد الذي طحنته الحرب وأثرت بالنسيج الاجتماعي وحرضت على العنف من خلال استبدال النظام بالفوضى والمضي نحو تدمير مؤسسات الدولة وملشنتها. فوضى استغلتها الجماعات الإرهابية فيما سمي بساحة التغيير لخدمة أجندات خارجية تضر بالمنطقة واللهث وراء أحلام عودة سلطة الكهنوت التي سادها الجهل والفقر والمرض. التاريخ مسار زمني يبدأ من الأمس، لكن اليوم يتجه إلى الغد الذي لن يكون مختلفا إذا استمرت حركة الأمس بدون تغيير. وهذا لا يمكن الخروج من ويلات نكبة فبراير ما لم تتغير مسارات النكبة ويستعيد اليمن مسارات نضاله التاريخي المجيد. عناوين كبيرة وكثيرة فرضتها فوضى العام 2011 على التوجهات السياسية المختلفة بين ثنائية السلطة والمعارضة، والتي كانت على مسار الإنجاز الوطني للثورة اليمنية الخالدة. ذلك أن الويلات التي ترتبت على النكبة واستمرت مع بقايا عقليتها التدميرية تستدعي مراجعة نقدية وموقفا محكوما بضمير الوطنية اليمنية دون ضجيج الأوهام ودمار الأحقاد. التحولات التاريخية التي فرضتها ثورة سبتمبر وأكتوبر والنضال الوحدوي لجمهورية الشطرين وأمجاد مايو العظيم تستدعي وقفة موضوعية من شرفاء الوطن وعقلاء الأحزاب والتنظيمات الوطنية، تؤكد أن الذي تم تدميره في العام 2011 كان هو الإنجاز الوطني وليس سلطة شخص بعينه. ولئن كانت الجمهورية وحدها معجزة تاريخية لليمنيين في القرن العشرين، فإن الشهيد علي عبد الله صالح كان رئيسها الذي وصل به التطور التاريخي إلى المنافسة الجدية في صناديق الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية في العام 2006، وبذلك أرسى قواعد التداول السلمي للسلطة. مراقبون يرون أنه من الأهمية بمكان الوقوف الجاد والمسؤول أمام الجائحة الحوثية التي تفرض على شرفاء الوطن استعادة الوعي الجمهوري والتحول من العقلية التدميرية إلى التفكير بقيم الوحدة والديمقراطية. ذلك أنه حسب منطق العلم وعقلانية التفكير يجب التفريق بين أخطاء التجربة وخطايا التدمير، فالتجربة الديمقراطية الناشئة باليمن الجمهوري الموحد كما يراها متابعون كانت قادرة على تصحيح مساراتها ومراكمة إنجازاتها نحو التغيير الإيجابي والتطور التاريخي والتطلعات المنشودة. مراقبون اعتبروا الأصوات التي بدأت تستيقظ من أوهام النكبة تؤكد الآن وبكل الضمير الوطني الحي أن الخروج من ويلات فبراير تبدأ من رفض التدخلات الخارجية والوصاية الدولية ومغادرة مربعات الارتهان للتجاذبات الإقليمية وما تفرضه من حروب الوكالة عن المشاريع الطائفية والمناطقية. فاليمن الجمهوري الموحد مظلة تتسع بالديمقراطية لكل اليمنيين. لا يزال اليمن ينزف تحت وطأة التهجير والنزوح التي أفرزتها نكبة 11 من فبراير، والتي شكلت حجر الأساس لنكبة 14 من سبتمبر 2014. 11 من فبراير عام 2011،
بداية نكبة بكل المقاييس. لا يزال اليمن ينزف تحت وطأتها 12 سنة مليئة بتداعياتها وعواقبها الوخيمة، نكبة شكلت حجر الأساس لنكبة 14 من سبتمبر عام 2014 التي ألقت باليمن واليمنيين بين يدي ميليشيا الحوثي، وأغرقت البلاد في أتون حرب وفقر ووضع اقتصادي مأساوي. نازحون مهجرون فروا بأرواحهم هربا من نيران الحرب في خيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث اضطر أكثر من 4,300,000 مواطن إلى الفرار من ديارهم، موزعون في 646 مخيما و 927 تجمعا سكانيا في 105 مديريات. يعيش منهم نحو 483,000 في الخيام. محافظة مأرب تصدرت النسبة الأعلى، حيث يتواجد فيها 1,274,000 453 نازحا بنسبة 74% من إجمالي النازحين وفقا لتقرير الوحدة التنفيذية للنازحين. إحصائيات ونسب غير مسبوقة شاهدة على حجم المعاناة الكبيرة التي خلفتها نكبة 11 من فبراير وتداعياتها من تهجير ونزوح وموت وفقر ومجاعة وفوضى عارمة عمت البلاد وزجت بها في أزمات إنسانية وجراح غائرة لا تندمل. وللحديث حول الموضوع ينضم لنا في الاستوديو الدكتور جمال الحميري رئيس مركز دراسات يمن المستقبل. دكتور جمال مرحبا بك. اهلا وسهلا وسعدتم بالخير مساء ولكل المشاهدين والمتابعين قناه اليمن اليوم. مساء الخير. الثوره التي دمرت البلاد واصبحت نكبه بكل المقاييس دكتور جمال، وانتهت طبعا بحال سياسي وتقاسم للسلطه. ما الذي يصر عليه البعض في تسميتها ثوره؟ يعني هل هي ثوره فعلا كما يتغافل البعض عن مساوئها ودمارها، ام انها ازمه سياسيه؟ في الحقيقه احنا لازم نكون واقعيين، 11 فبراير لا تستحق النقاش فيها لانها يوم نكبه. 11 فبراير اذا كنا نحب بلدنا ووطننا يجب ان نتجاوز هذا اليوم، بل ان ندفنه الى الابد، لانه يوم الكارثه، يوم الكوارث على اليمن، والتي ما زلنا الان فتحت هي يوم اسقاط مؤسسات الدوله، يوم اسقاط الدستور والقانون، يوم اسقاط الجمهوريه. اتى من هذا اليوم كل ما لا يستحب اي مواطن يمني او عربي او وطني لوطنه. هذا اليوم عشنا ويعيش وما زال الشعب يتجرع الكوارث حتى يومنا هذا. إسقاط سمح حتى للأجندات الخارجية للتحكم بمصير الشعب اليمني اليوم، وكلها هذه من إنجازات 11 من فبراير. صحيح بأن هناك من عاد إلى صوابهم وعرفوا إن هذه كانت، هناك ناس كان لهم مطالب أو شباب حقيقية استغلها قيادات فاسدين كانوا موجودين في اليمن، واستغلوا هذا الحدث لأنهم يعلمون ويدركون كانوا لأنهم لن يصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، ولكن لن يصلوا إلى هذا المكان إلا عبر أشلاء من الدماء أو فوهات المدافع أو البندقية، فاستغلوا أصوات الشباب هذا وحصل ما حصل. واليوم الشعب اليمني يجني تلك الثمار، الثمار التي الآن يتمنى لو ننزل نسأل أي مواطن في أي شارع في أي ريف في أي منطقة في أي حارة في اليمن، مواطن عادي، ماذا تعني لك 11 فبراير؟ لقال لتمنينا النظام وربع ما كان في النظام السابق، كانوا يعيشون في مرتبات يعيشون. أما الآن الذي يجي يتفاخر أو يتكابر على باليوم هذا وما زال يكابر رغم إن هناك من عاد إلى صوابهم من قيادات سياسية وقيادات حزبية وشبابية وإعلامية كانت في الساحات عادوا لصوابهم وأدركون الواقع الحقيقي وماذا كان من وراءها من أجندات، سواء عملاء من الداخل أو أجندات تمشيهم من الخارج، عادوا لصوابهم. ولكن من زال يكابر على هذا اليوم أختي الكريمة
هم من لديهم اللي نسميهم بتجار الحروب أو من لديهم مصالح، لأنهم وصلوا إلى أماكن في السلطة كانوا يحلمون بها، ولن يكونوا مؤهلين إذا انطبقت عليهم المعايير في وجود دولة حقيقية، لن يصلوا إلى هذه الأماكن. فما زالوا يكابرون لهذا اليوم خوفا على مصالحهم وتفضيل مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية. هذا اليوم يا أختي الكريمة كارثة بالنسبة للشعب اليمني قاطبة، وبالنسبة لليمن أرضا وإنسان. طيب يعني دكتور، أين الحل السياسي اليوم مما يجري؟ الحل السياسي، هناك من بالقيادات في الصف الأول من السياسيين من ارتهنوا سواء لقرارات أو أجندات خارجية أو بتاعوا أو اشتروا، ولم تتوحد كلمة الصف الوطني، وعرفوا بأن عدوهم عدو واحد، جمهوريتهم تسقط. قامت ثورة 26 سبتمبر أختي الكريمة من أجل الظلم، التحرر من الظلم والاستعباد والعبودية إلى التحرر إلى الجمهورية، ووجدت الجمهورية والحفاظ، وحققت ثورة 26 سبتمبر بظل الشهيد الزعيم القائد علي عبد الله صالح بناء الجيش القوي وتحقيق الوحدة اليمنية واستخراج النفط. هناك أشياء تحققت من بنية تحتية ومن تعليم ومن بدي، هناك تزال أشياء من التجهيل والظلم الذي كان يوجد في اليمن، ولكن هناك من استطاع العودة إلى ذلك، ومن أدخلوا الناس هؤلاء من كهوف مران إلى داخل الساحات في العاصمة صنعاء، وهم كانوا يتواجدون في الكهوف. مرت ست حروب عليهم في صعدة، لن ينزلوا أو يسيطروا على محافظة صعدة، وكانوا في جبال مران، ولكن 11 من فبراير هم من أدخلهم إلى صنعاء، والسلم والشراكة من أوجدهم، ومن أدخلهم أيضا إلى مرابع السلطة في العاصمة صنعاء. إذن هنا لا يوجد الحل عندما نتحرر من الوصايا الخارجية ونكون يمنيين حبنا وفضلنا المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية أو المصالح الحزبية الضيقة، واتجهنا جميعا من أجل وطننا، من أجل حقوقيتنا، وتفكير في مستقبل أولادنا إذا لم نفكر في أنفسنا. طيب الآن يعني الآن أنا لا أقبل أخي الكريم، أنا كمواطن يمني أتكلم، وأنا كمواطن يمني لا أقبل إنك ترقص على رؤوس وجثث الشهداء ودماء من الشهداء والضحايا وأنات الثكالة والأرامل، واللي في السجون كانوا إعلاميين أو كانوا أحرار أو كانوا على ماذا بتكذب أخي الكريم وأنت ب 11 فبراير تكابر وما وصلنا إليه اليوم؟ نعم. احنا لا نقبل ذلك الآن. طيب. ولا أي إنسان وطني أو مثقف وفاهم. أكيد. وقد ارتفعت الغمان وانكشف عن الشعب، اتضح للإنسان في كل الطبقات سواء كان فلاح أو مزارع أو مهندس أو طالب أو فهموا، واتضحت الصورة واغترت الأمور ما كانت المخطط لكذا من الدول العربية وليس اليمن فقط لا غير. ولكن طيب يا دكتور جمال، يعني تقسيم اليمن إلى أو البلاد إلى مناطق سيطرة، كيف سيؤثر ذلك على الحل السياسي في اليمن؟ طبعا أصدقك القول، عندما لم تكن حكومة الشرعية مسيطر على كل بقاع الأرض اليمنية وعلى المساحة الجغرافية اليمنية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربيه، هنا تتعدد الوصايا وتختلف السيطرة ولا يمكن أن يتحقق شيء. ولكن نحن نقول عند التوحد الناس وسيطرة الشرعية أو سيطرة الجيش الوطني أو الناس الثوار والوطنيين في كل الجبهات واتفاقهم اتفاق واحد، لأن هذه الميليشيات لا يمكن أن تتقبل بالحل السلمي، وقد جرأت التجارب كثيرة معانا من أيام الحروب الستة حتى يومنا هذا، لا يمكن أن نصل معهم إلى حل سياسي. الجماعة هؤلاء إرهابيين ميليشيات مسلحة لا تؤمن بالدولة المدنية، لا تؤمن لا تؤمن إلا بالتمزيق النسيج الاجتماعي والطائفي والمذهبي والأيديولوجي الذي تسير إيران أيضا في المنطقة، ليس على اليمن الخطر وإنما على المنطقة العربية بشكل عام. وبذلك إحنا نستطيع أن نقول إنه عندما تسيطر الحكومة على كل مناطق البلد هناك ستحل الأزمات، سواء من التفريخ من ينادي بالانفصال من ينادي كذا، ولكن ما زالت البلد في حالة الانقسامات الحاصلة هذه كما هي، موجود حكومتين، موجود شعبين، حكومة معترف فيها وحكومة غير معترف فيها، ودولة هنا ودولة هناك، ومجلس نواب هنا ومجلس نواب هنا معترف وهناك غير معترف، وهكذا هي مقسمة البلد الآن، وما زال هذا التشظي موجود، سيستمر هذه الفقاعات والأصوات الشاذة. ولكن لا خوف من على الوحدة، أنا أؤكد كل التأكيد، لا خوف على تقسيم اليمن إذا إلا في حالة اندراجنا وانخراطنا للإجندات وتنفيذ إجندات خارجية وتفضيل المصالح الشخصية على المصالح الوطنية والحزبية في سبيل
تحقيق مصالح شخصية. نعم دكتور جمال، شكرا على جميل نقاشك، ولكن نستميحك بأن تظل معنا لمناقشة موضوع آخر. تسببت نكبة 11 من فبراير في تدمير مؤسسات الدولة وتفكيكها، وفي مقدمة ذلك المنظومة التعليمية، حيث دمرت العديد من المدارس وتسرب قرابة 5 ملايين طالب من التعليم، وفقد المعلمون رواتبهم وأصبح وضع التعليم لا يحصد عليه. تشريدا وتهجيرا وتسربا من التعليم، هكذا آلت إليه أوضاع طلاب اليمن بعد نكبة 11 من فبراير حتى اليوم. منظمات تعليمية أنهارت بكل مقوماتها التعليمية من كتاب مدرسي ومدارس وقطع رواتب المعلمين، لتكون نتيجة ذلك تسرب الآلاف من الطلاب من التعليم. سنوات أدت لتدمير البنية التحتية للجانب التعليمي بكل نواحي، فهناك العديد من المدارس لم تعد صالحة للاستخدام، والبعض منها دمرت كليا، فيما الأخريات لا تزال تستخدم كثكنات عسكرية. غابت الدولة وغاب معها المعلم، وبات الطلاب لا يجدون مكانا مناسبا يتلقون فيه التعليم سوى بعض الجهود الذاتية من بعض المعلمين دون أي مقابل، يحاولون بكل إصرار إسناد مستقبل جيل تكاد بأن تطغي الأمية عليه. حدث خلال 10 سنوات تدمير كلي وليس جزئي للسياسة التعليمية وممنهجة، غياب الكتاب المدرسي، غياب الراتب للمعلم، غياب يعني الفصول الدراسية، تدمير المدارس، انهيار التعليم بشكل كلي. أصبح المعلم يعني يفتقر لأقرب الوسائل، يفتقر لراتب لكي يسد رمق أولاده. أصبح المعلم يعني من الفئة المحتاجة التي يجب التصدق عليها، بعد أن كان المعلم في عيشة محترمة ومكرمة، أصبح المعلم يعني في حال يزرى له. في هذا المكان يفترش هؤلاء الطلاب الأرض بين حرارة الشمس الملتهبة لتلقي الحصص اليومية والامتحانات الشهرية، بعد أن فقدوا الكثير من مدارسهم وظلوا لسنوات بلا تعليم، وآخرون حظيوا بخيم صغيرة كفصول دراسية، حال لا يختلف كثيرا عن باقي المدارس الأخرى التي تحولت من مباني إلى خيم صغيرة لا توفر أي بنية مناسبة لتلقي التعليم، في مشهد تعكس الخراب الذي نخر المؤسسات التعليمية في غضون سنوات. فيما يقول العديد من الطلاب في مأرب أن مناطقهم لم يعد فيها أي مدارس أو معلمين، ما أضطروا للنزوح إلى محافظة مأرب لتلقي التعليم. كنت في دمار نازح، شردونا الحوادث من شردونا من المدارس من هذا. بعد ما وصلنا لمأرب ما فيش معانا لا فصول ولا حاجة، جاسم بندرس بين الخيم بين البرد والحماء. شردونا الحوادث من البلاد ولا هذا، ولا خلونا ندرس في المدارس ولا حاجة. أنا نزحت من بلادي، متوقف من العلم سنتين، أصبحنا بلا مدرسة وبلا كتب، كنا ندرس لا في خيام، جالسين في القاع، ما فيش لا كراسي ولا شيء ولا مدرسين. والآن أدرس في مدرسة الجيل في الخيام في حر وبرد وشمس. دخلت البلاد في حالة من الفوضى العارمة والفراغ القيادي، طال كل مؤسسات الوطن بما فيها المنظومة التعليمية بعد أن كانت تزخر بجودة خدماتها التعليمية، لتتحول إلى بلد يفتقر لأدنى مقومات التعليم، يجد فيها الطالب صعوبة شاقة بغية مواصلة تعليمه. فبحسب إحصائيات اليونسكو فإن أكثر من 5 مليون طالب وطالبة باتوا بلا تعليم بعد تعرض أكثر من 600 مدرسة للتدمير بفعل الحرب. يمضي 12 عاما ويترك خلفه مؤسسة تعليمية منهارة في بلد بات الطالب والمعلم بلا مدرسة وبلا مرتب، في صورة تعكس مدى التشظي الذي يعيشه الوطن منذ سنوات. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مأرب. ونواصل مناقشتنا في الاستوديو مع الدكتور جمال الحميري رئيس مركز دراسات يمن المستقبل. مرحبا بك مجددا دكتور جمال. يعني تأسيس فرقة سياسية تعمل على تغيير المناهج طائفيا، هي كانت من نتائج 11 من فبراير، أيضا في صورة التي دفعت بالجميع إلى هذا المأزق. طبعا هذه هي من نتائج 11 فبراير، ونحن نعلم بدأت من 2015 و2016، وكان
بداية تعيين وزير للتعليم للتربية والتعليم أخو عبد سيدهم عبد الملك الحوثي وزيرا للتربية والتعليم، وكان بتغيير أولا المدارس وأسماء، وهنا بدأت أول بوادر انتفاضة الثاني من ديسمبر بسبب تغيير المناهج ووقوف الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح وراء ذلك ومنعهم من تغيير المناهج. ولكن بعد استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح تم طبعا هم يعملوا عمل ايديولوجي، وهذه ما نسميها احنا بالقنبلة الموقوتة، وهي اخطر من المعركة الميدانية. فهم ينشئوا جيل، الجيل هذا بينشأ يصعب معالجة هذا الاثر حتى بعد 30 عام، لانه عندما تؤهل بعد 5 سنوات او 6 سنوات يدخل المدرسه او 8 سنوات وانت في صراع، وهم يؤهلوا ايديولوجيا بتغيير المنهج، حيث غيروا في نص المناهج الجمهوريه الحقيقيه اللي كانت السابقه، غيروا استبدلوا على سبيل المثال 26 سبتمبر ب 21 سبتمبر، استبدلوا شعراء زي البردوني زي كذا بشعراء من شعراء سيدهم حاليا، وشخصيات دينية، حتى وصلت إلى أسماء المدارس بأسماء من الطائفيين التابعين للأسر الهاشمية تبعهم، غيروا أسماء ثوار بأسماء شوارع وأسماء مدارس وأسماء مؤسسات وقاعة جامعات. هذه هي الكارثة. أدخلوا أيضا فصل المناهج، وكان عندي أنا خلاصة كاملة وعملنا ندوة حول ذلك، حول ما هي المواد التي تم تغييرها في كل فصل وفي كل باب، وما هي المواد زي الجغرافيا، زي التربية الوطنية، في التربية الإسلامية، في اللغة العربية، في اللغة العربية غيروا من النصوص من حكاية الأبحاث، دخلوا أسماء غريبة دخيلة علينا كمجتمع يمني ومجتمع إسلامي ومجتمع عربي، قوم دخلوا في المنهج أشياء كثيرة على المستوى المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الإعدادية حتى يوصلوا للثانوية. بعد هذا الجيل إنشاء كامل يدخل الجامعة وهو متعمق مؤدلق تمام ككتائب الموت اللي كانت معاهم، وهذا قد مغذى فكريا. نعم. يعني من يعجنوا عادوا لسه في المنشأ الصغير. أيضا دخلوا في الجامعات الثقافة وتدريس الملازم، أيضا استغلوا المعسكرات الصيفية للطلاب بتدريبهم تأهيلهم سمعهم للملازم الحوثية، وسيدهم حسين بدر الدين الحوثي وهذه الملازم تعتقهم بهذا الشيء. فهذا خطر سيهدد أيضا فعلا في المجتمع اليمني ويؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإنشاء جيل عقائدي متطرف، يعني يصعب علاجه تماما، هذا يحتاج له إلى وقت حتى إنك تعلم. فإذا المناطق التي سيطر عليها ميليشيات الحوثي، حتى فرضوا على المدارس الخاصة بالامتحانات أن تكون وزارية وتكون من الوزارة من أجل إلزام المدارس الخاصة بالمناهج الجديدة التي نزلت بالحوثي بالمناهج، ووضعوا من الامتحانات، والسر في ذلك إنه حتى الامتحانات التي تأتي من التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية. طيب، وهذه مشكلة كبيرة. طيب دكتور جمال، يعني أكيد كما هو الحاصل أنه في معانا منهجين، منهج في عدن ومنهج في صنعاء. طيب ما الوسيلة للخلاص من هذه الكارثة؟ هذه احنا نتكلم على اولا كيف تحرير البلد هي اللي توصل احنا، لانه لا يمكن ان نغير منهج ولن توجد المنظمات الحقيقيه التي ترفع صوت المواطن او بتغيير المناهج. هذا ما بيحدث في المستقبل، الناس في سبات، يعني في سبات، ما حدا قادر حتى ان يتكلم، ومن يتكلم في الداخل او مدرس ما اتتش للمدرسه زقوا للسجن او احرموا. فالناس يعني حالتهم الماديه مع قطع المرتبات معك مش قادر حتى المدرس، رغم إنها أمانة. نعم. ونحن هنا ومن هذا المنبر نحمل أمانة، إنه المعلم متحمل أمانة، الأم متحمل أمانة، الأب متحمل أمانة في بناء الأجيال هذه، حتى وإن كانوا في مناطق سيطرة الحوثيين، من أجل التوعية الحقيقة، ولو كان بصفة سرية يعني وما هو غير معلنة. عندما تعلم ولدك في المنهج إنه هذا غير حقيقي وهذا الصح وهذا غلط وهذا كذا، المعلم أيضا يتحمل أمانة، نقابة المعلمين في اليمن تتحمل مسؤوليتها، أيضا نقابة الأكاديميين تتحمل أيضا مسؤوليتها، الإعلام بالدرجة الأولى أيضا يتحمل. نحن بحاجة إلى الإعلام التثقيفي والتوعوي حتى تصل، حتى في ليس في القنوات المرئية فقط لا غير، وإنما في القنوات
الإذاعات حتى المسموعة من إذاعات تكون قوية حتى تصل إلى صنعاء، إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حتى توعي الأم على الأقل في البيت، لأنه إحنا نعرف في الأسرة اليمنية أن الأم تكون أكثر احتكاكا في الأبناء رغم انشغال الآباء، تكون الأكثر احتكاكا خاصة في صغار السن في المرحلة الطالب في المرحلة الابتدائية. وهنا يهمنا أيضا توعية الأم وكيف يتم توعية أبنائها، فهذا يتطلب أيضا إلى الإذاعات المسموعة والتي تسمعها، ونحن نعرف في المطبخ في المرأة في البيت إحنا محتاجين لهذا الشيء والتوعية، فالإعلام يتحمل أيضا مسؤوليته وأمانة. أيضا الشرعية هي تتحمل أمانة أيضا بوسائل الإعلام هذه لتوصل إلى المناطق وإلى بالأموال والفلوس المتوجن معهم الإمكانيات، وكيف توصلها أيضا للمجتمع الخارجي للمنظمات الخارجية، كيف توصل هذه الانتكاكات التي بتؤثر أيضا ليس على اليمن وإنما على المنطقة وعلى الجزيرة العربية بشكل عام. أيضا ما يتم في مناطق المناطق المحررة لن يوجد الالتزام الحقيقي حتى في المدارس والتدريس الحقيقي الآن للأسف. السلطة لم تقم بدورها الحقيقي، أيضا تغيير مع النزوح مع كذا وتغيير المدرسين وتغيير كادر وكوادر خاصة في الجامعات الآن هاجرت من اليمن وراحت إلى بعض الدول الخليج وبعض الدول الأجنبية، كل من الشخصيات التي كانت أو من نقول المهنيين اللي سواء كانوا في مجال الإعلام أو في مجال التربية أو في مجال الفيزياء أو في مجال الطب أو في مجال هذا هاجروا. ولكن إحنا نقول ونحمل أيضا أمانة الأسرة أولا ثم المعلم ثم النقابات ثم الإعلام. نعم دكتور جمال الحميري رئيس مركز دراسة يمن المستقبل، سعدنا جدا بتواجدك معنا في ملف الأخبار. شكرا. وبعد 12 عاما عليها مواطنون يصفون ما جرى في فوضى العام 2011 بالنكبة والمأساة التي أدخلت البلد في أتون الفوضى ونفق مظلم وأزمات متلاحقة. لا أصبحنا نقوم بثورة ولا ضيعنا الثورة حق 11 فبراير، ضاعت الثورة والشباب قتلوا الناس، إحنا بس خرجنا بالساحة للتغيير فقط. عندما غيرنا وجدنا أنه الناس أحزاب تتلاعب بالناس بالساحة سواء بالتغيير أو بالسلطة أو بالمناصب، يعني كل واحد يعني ينظر لمنصبه الأول. إحنا أصبحنا الشباب مضيعين، قتلنا هجرنا، أصبحنا حدادين نجارين بالشوارع خريجين جامعات، لا لنا لا منصب ولا لنا لا ثورة ولا أصبح لنا شيء. أصبح أنه أخذوا لنا المناصب الكبار الذي هم بذيارة الأمن والذي هم كانوا مدرسين والآن هم عقداء، أصبح يمسك المجلس المحلي إنسان حوثي بالمجلس المحلي، تقول له سجلنا يا أخي بالمنظمة، سجلنا كذا بالغاز، سجلنا كذا، قال لك أنت تبع الحزب فلان ابن فلان. الآن يعني تعب الناس ورضي الحق لما يقيمش، وبلادنا أغنى بلد في العالم، والدعاء لكم رسول الله، إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، اليمن يماني والحكمة يمانية، هجاكم أهل اليمن، قال أرق قلوبا وألأن أفدا وأنا منهم وإليهم، وبلادنا أغنى من السعودية وأغنى من الخليج، وعندنا مواني مستدير، عندنا بترول من الجوف للمغرب لجبول مستدير، وتملكها السعودية ولا أي بلد، وفن المياه حقنا $100، وفن حقنا نتصدق إلى دول إفريقيا وإلى جميع أنحاء العالم. أغنى بلد الآن فقراء، فنوا المياه حقنا $100. الذين خربوا البلد دمروا كل شيء جميل، يعني لم نلحظ إلى وقتنا الحالي أي تحسن بأي مجال من مجالات الحياة، وإنما زاد الأوضاع تعقيد وسوء. هذا ما لمسناهم بعد الثورة. كيف كنتم عايشين؟ كنا عايشين أعتقد أنا مرتاحين، كنا على مقارنة بالأيام الحالية كنا ما لنا شيء، يعني ماشي الحال، لا فرص عمل ولا أي شيء، كل شيء مدمر، ولا حققوا أي حاجة، ما حققوا، ميتون إحنا من الجوع، ما عملوا ولا عملوا أي حاجة، إذا إحنا مكان إحنا ولكدون إحنا لحد الآن. كيف كنتم عايشين؟ ما عشنا، عشنا بضباح، عشنا بكل حاجة، لا 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 شغل ولا مشغالة ولا أي حاجة. البلاد الآن بعد الثورة؟ ما أصبح ولا حاجة، ضايع ضايع لحد الآن، مكاننا نحن مضيعين. يعني رجعوا اليمن إلى 20 سنة للخلف، ما تحققش ولا أي حاجة من ثورة فبراير،
خربوا اليمن، كهرباء ما فيش، طرق ما فيش، معاشة ما فيش، ديزل ما بوش، من الألف للخمسة والعشرين الدب البترول بس، والكيس البر بخمسين، والكيس السكر بكام بخمسين، واللحمة بخمسة عشر كيلو، ما بيش أي حاجة. كنا عايشين بنعمة الحمد لله، الدب البترول بألف، والكيس الدلق بثلاثة ألف، نأكل نشرب نحمد الله كل شيء سابر، وضع سابر، أمن وأمان، أنا ما فيش لا أمن ولا أمان ولا استقرار. يظهر بأن المجلس الرئاسي المعين حديثا والحكومة الشرعية خارج إطار تبادل الضغط مع الحوثيين، وفي خانة التخلي مجددا عن زيادة الحصول على الجمارك والضرائب من ميناء عدن، وقرب الوصول إلى حالة العجز عن دفع المرتبات بعد أنباء عن نزع قيود التفتيش الدورية على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة. هل تخسر الشرعية من جديد مورد ضرائب وجمارك بعدما خسرت مورد تصدير النفط؟ سؤال يطرح على طاولة المجلس الرئاسي بعد أنباء عن إلغاء تفتيش السفن والإجراء الأممي على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي. ما يستغربه سياسيون ومراقبون أن إلغاء التفتيش عن السفن القادمة إلى موانئ سيطرة الحوثيين لن يعفي في المقابل تفتيش السفن التي سيستقبلها ميناء عدن، حيث تخضع السفن المتجهة إلى عدن للتفتيش في ميناء جدة السعودية. ويأتي التنازل الذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه بعد سلسلة تغريدات للحوثيين حذروا فيها الأمم المتحدة من عقبات هذا التفتيش الروتيني وسلسلة تحذيرات للتجار بمنع الاستيراد عبر موانئ المناطق المحررة. كما قدم الحوثيون في المقابل تنازلات فيما يخص الدولار الجمركي، حيث وضعوا الريال الجمركي بسعر 250 ريالا في مقابل 750 ريال للدولار الجمركي الواحد في موانئ الشرعية. وقد قام الحوثيون مؤخرا بمنع شحنة أخشاب كانت في طريقها إلى صنعاء ومنعها من الدخول لأنها مرت بجمارك عدن، بعد فرض على التجار إعادتها إلى بلد التصدير وإلزام التجار باستيرادها عبر ميناء الحديدة إلى عدن. يمارس الحوثيون وتحت ستار الهدنة الأممية وشروطها عملية ابتزاز واسعة، فهناك انتقائية لشروط الهدنة المنتهية في ظل ضعف من الأمم المتحدة التي يظهر أنها لا تريد أن تخسر وصولها إلى صنعاء أو قربها من الحوثيين، بعد حديث مطول عن توصل المنظمة الدولية لرعاية اتفاق سياسي سيتم الإعلان عنه في قادم الأيام. على الناحية الأخرى يظهر أن تبادل أوراق الضغط مع الحوثيين من قبل المجلس الرئاسي تبدو معدومة حاليا، فلا وجود لشروط سياسية أو عسكرية مطروحة على الطاولة، وهو ما يقول باستلاب القرار والاتجاه بالسلام في اليمن على قاعدة ائتمان الذئب على الغنم. للمزيد حول الموضوع ينضم لنا أبو بكر بعبيد رئيس الغرفة التجارية في عدن. أستاذ أبو بكر مرحبا بك.
مرحبا وسهلا، حياكم الله. طيب استاذ ابو بكر، يعني ما هو الاتفاق الجديد بشان ميناء الحديده ومتى سيتم الاعلان عنه؟ ولا هو بدا التعامل وصول البواخر، البواخر بدات توصل ل ل ل الحديده، ولا نعرف بالاتفاق صراحه. تفاجأنا انه قد بدات العمليه تمشي بسهاله وبدون تفتيش كمان. نعم، يعني لم يتم حتى الإعلان عن هذا الاتفاق الجديد. لا نعلم شيء. نحن تفاجأنا والتجار تفاجأوا أمامهم خيار أنه توصل بضائعهم إلى الحديدة وتمنع من. نحن بلغنا الحكومة بعد ما عرضنا بهذا الموضوع ولدينا بعض الوثائق اللي تثبت ذلك، ولكن الآن نحن في انتظار ماذا بتعمل الحكومة. طيب يعني انتزع الأمم المتحدة للتفتيش عن ميناء الحديدة، وكذلك في ذات الوقت ميناء عدن يفتش السفن القادمة إليه في ميناء جدة، يعني هل وصل الضعف السياسي إلى هذه الدرجة؟ وأكثر من ذلك. أولا الأمم المتحدة لا 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 أصلا هي تأيد الطرف الآخر وليست مع الشرعية إلا بالكلام. حسب خبراتنا الان كل الكلام اللي يحصل واللي الكلام لنا والفعل لهم. طيب يعني الامم المتحده كيف تؤيد الحوثيين؟ بايش يعني؟ هذا بالفعل حتى الفلوس المبالغ اللي تحول للمنظمات من الامم المتحده تحول عن البنوك في صنعاء. نعم. عبر البنك المركزي في عدد. وهذا يسمى تأييد ولا ما يسمى تأييد؟ نعم. طيب يعني الحرب الاقتصادية التي يمارسها الحوثيون يعني بدأت من إيقاف تصدير النفط وانتهاء بسحب البساط من تحت موانئ الشرعية، يعني أين دور الحكومة؟ أين دور المجلس الرئاسي؟ لماذا هذا الصمت؟ لماذا هذا العجز؟ والله هذا لأنه أي إنسان يرى اللي أمامه إذا شافه أنه ما يعمل أول قرار وثاني قرار وثالث قرار وشوف ردة الفعل، إذا شاف ما في أي ردة فعل قوية خلاص يتحكم فيك بعدين. صرنا نحن اللطم كما المسيحي يضربك على اليمين ترجع له اليسار. طيب يعني أنتم كرئيس الغرفة التجارية في عدن ما موقفكم مما يجري؟ وإيش ما نعمل؟ نحن مجتمع مدني، لا معنى ميليشيات ولا نحن نقدم ما لدينا من مقترحات ومن هذا يعني استشعار بالحاصل من قبل فتره طويله. راح نتكلم المين اعملوا كذا لكن لا حياه للمنتج. ابو بكر باعوبيد رئيس الغرفه التجاريه في عدن، شكرا جزيلا لك. أعلن مشروع مسام أن فرقه الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1387 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وذكر المركز الإعلامي للمشروع أن عمليات النزع شملت 1087 ذخيرة غير منفجرة و49 عبوة ناسفة و233 لغما مضادا للدبابات و18 لغما مضادا للأفراد، كما تمكنت فرق مسام للميدانية من تطهير 277794 مترا مربعا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع. وارتفع أعداد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع وحتى العاشر من فبراير الجاري إلى 386,282 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. في السياق، كشفت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها عن ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الأعمال القتالية والألغام ومخلفات الحرب في محافظة الحديدة خلال العام المنصرم. غير أن بعثة الأمم المتحدة وصلت تجاهل تحميل الحوثيين مسؤولية تضاعف أعداد ضحايا الألغام والمتفجرات. ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين الذين
سقطوا جراء الأعمال القتالية والألغام ومخلفات الحرب في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد خلال العام المنصرم. هذا ما كشفته بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها. وأوضح تقرير صادر عن البعثة الأممية أن البعثة سجلت خلال العام المنصرم نحو 394 ضحية، منها 289 ضحية جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بزيادة وصلت إلى 160% عما تم تسجيله في العام 2021 بنحو 211 إصابة. وأكدت البعثة ارتفاع عدد ضحايا الأطفال والنساء الذين سقطوا جراء الألغام والمتفجرات ليشكل 30% من إجمالي عدد الإصابات المدنية المسجلة في العام الماضي. وتلقت البعثة خلال الستة الأشهر الماضية من العام 2022 الكثير من البلاغات عن حوادث الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. أغلب تلك الحوادث وقعت على طول المناطق الساحلية المنخفضة في محافظة الحديدة والمناطق الزراعية، خاصة أثناء خروج السكان لرعي الأغنام. وتعتبر مديريتا الحالي والحوك في مدينة الحديدة منطقتين مزدحمتين بالسكان، وتقعان بالقرب من الميناء، وهو ما يفسر العدد الكبير من الحوادث المسجلة في هاتين المديريتين مقارنة بحجمهما. وكون ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد المسؤول عن زراعة الألغام والمتفجرات، وبشهادة تقارير محلية ودولية وأممية، إلا أن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة واصلت تجاهل تحميل الحوثيين مسؤولية تضاعف ضحايا الألغام والمتفجرات وتصاعد الأعمال القتالية. وتواصل بعثة أونمها تعزيز دعمها للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في الحديدة منذ الاتفاق الذي أبرمته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبريل العام الماضي. وفي الضالع تسببت الألغام والعبوات الناسفة والمقذوفات التي زرعتها الميليشيا الحوثية في عدة مناطق بسقوط مدنيين وإصابة آخرين بإعاقة دائمة، الأمر الذي يستوجب بذل مزيد من الجهود لمسح المناطق المحررة والتوعية المستمرة بمخاطرها. هنا في هذه المناطق قد تكلفك خطوة واحدة حياتك أو تسبب لك إعاقة دائمة، حيث ما زال المدنيون في مناطق شخب والقفلة والريبي والزبيريات وما جاورها، وكذلك مناطق مريس وباب غلق والجب وبتار بقعطبة وحجر بمديرة الضالع وغيرها من المناطق يسقطون ويصابون بسبب ما زرعته وخلفته عناصر الميليشيا الحوثية من حقول ألغام وعبوات ناسفة وبقايا مقذوفات أسلحة بجانب منازل المواطنين ومزارعهم وطرقاتهم. المواطنان مسعد الجبني ونبأ ناجي فقد كل منهما إحدى ساقيه بسبب لغم حوثي بمنطقة شخب، فهذا القاتل الصامت يستمر بحصد أرواح المدنيين وإصابتهم إصابات بالغة. احنا جينا من النزحة، نزحنا تروحنا البيت وصلنا فوق للغم، للغم مطروحة بالشارع، ملان الشارع يجي 30 لغم، شبخ شبخة واحدة من الباب إلى فوق اللغم. هذا المنطقة كلها ملغمة كاملة، الآن ما عارف يدخلها، والآن رجلي مبتورة ومبقوسة من الذراع حقها وما أقدر أمشي عليها. وبرغم قيام مراكز نزع الألغام بمسح المناطق التي تم تحريرها من عناصر الميليشيا الحوثية، إلا أن مخاطر تلك الألغام والمقذوفات ما زال يهدد المدنيين في العديد من مناطق الضالع. وللحد من تلك المخاطر بدأ المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عدن وبدعم من منظمة اليونسيف بتنفيذ حملة توعية بمخاطرها في مديريات الضالع وقعطبة والحصين والأزارق والشعيب وجحاف، مستهدفة ما يقارب من 48 ألف نسمة خلال 40 يوما. طبعا حملة توعية هذه تستهدف 6 مديريات هي ضالع المدينة والحصين وقعطبة والشعيب وجحاف والأزارق. يتوقع أن تستهدف 48 ألف نسمة خلال فترة الحملة التي ستستمر 40 يوما. عداد القتل والإصابة لا يتوقف بسبب زراعة الألغام والعبوات الناسفة من قبل عناصر الميليشيات الحوثية في العديد من مناطق محافظة الضالع، الأمر الذي يستوجب بذل المزيد من الجهود من قبل مراكز نزع الألغام والتوعية بمخاطرها في أوساط المدنيين. لقناة اليمن اليوم، محمد الشعيبي، الضالع.
في اليوم العالمي للإذاعة، الإذاعة اليمنية أحد أبطال الثورة لدورها البارز في قيام الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسباتها من خلال توعية المجتمع بأهمية البناء والتنمية والتحذير من عهد الكهنوت والمشروع الطائفي للإماميين الجدد. منذ فجر 26 من سبتمبر عام 1962 لعبت الإذاعة اليمنية دورا بارزا في قيام الثورة، فكانت صوت الثوار ولعبت دورا كبيرا في التعبية وتهيئة الرأي العام لحماية الثورة وإسقاط الحكم الإمامي البغيض والدفاع عن الجمهورية. أيها الموظف والجندي، يا من أرهقتكم قوى الظلم، فانقشع الظلم والظلام اللذان كان جاثمين على صدور الشعب اليمني لعقود من الزمن. تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة. تخوض اليوم الإذاعات المحلية معركة وطنية مع الإماميين الجدد الذين يريدون إعادة اليمن إلى عصور الظلام والجهل والتخلف، فلعبت الإذاعة دورا هاما في مساندة ورفع المعنويات لدى الأبطال في المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ولا زالت تلهب وتحرك المشاعر القتالية لدى الأبطال في مختلف جبهات الجمهورية. تعتبر الإذاعات المحلية رافد مهم في تزويد المقاتلين ورفع معنوياتهم في الجبهات وتزويدهم بالأخبار، ومثلت يعني رافد لرفع الروح المعنوية للمقاتلين في الجبهات من خلال بث الأناشيد والأخبار وأخبار الانتصارات، وبالتالي ساهمت في رفع معنوية المقاتلين في كل المحاور جبهات القتال على امتداد الساحة اليمنية. تعد الإذاعة المحلية الصوت الأقرب للمجتمع، وباتت الوسيلة الأكثر تأثيراً لسهولة وصولها إلى غالبية فئات المجتمع. ورغم محاولة الميليشيا استغلال هذه الوسيلة لبث برامجها المسمومة والطائفية وإغلاق العشرات من الإذاعات المجتمعية التي تخالفها الرأي، إلا أن الإذاعات المحلية لعبت دوراً كبيراً في التصدي لأفكار الميليشيا الطائفية والمناطقية، وخلقت وعياً وطنياً بالخطورة التي تمثلها جماعة الحوثي على الدين والهوية اليمنية والوحدة والجمهورية. للإذاعة في الحقيقة دور كبير ورائد في المعركة الوطنية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، يعني لا زالت تمثل الركيزة أو الوسيلة الرئيسية للتوجيه المعنوي، وكذلك في نقل الأخبار والوقائع من أرض المعركة، وأيضا تقدم للجمهور في مناطق الشرعية يعني كيفية مواجهة الشائعة والبروباغندا التي تقوم بها وسائل إعلام ميليشيا الحوثي الإرهابية. مثلت أيضا الإذاعات المحلية مصدرا للمعلومة والخبر لملايين اليمنيين في مختلف المحافظات اليمنية، ونافذة مهمة لرصد وتعريف المجتمع بجرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية، إلى جانب ما تقدمه من برامج ثقافية ومجتمعية وتنموية. تبقى الإذاعة اليمنية بطلا من أبطال الثورة والمعركة الوطنية في اليمن لدورها البارز في تشكيل الوعي المجتمعي الرافض لمشروع الإمامة وأفكارها المصمومة، وشعلة وقادة تلهب حماس الأبطال في جبهات القتال. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب. يتمثل موضوع الدورة 12 لليوم العالمي للإذاعة الذي يجري الاحتفال به في 13 من فبراير بالإذاعة والسلام، باعتبار أن الإذاعة المهنية تسعى إلى التخفيف من حدة النزاعات أو التوتر وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام. لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر فلا بد من تأمين وعيهم ببناء حصون السلام، ولعل من أبرز العوامل المساهمة في تحصين المرء وسائل الإعلام خصوصا الوسيلة الأكثر انتشارا وقربا من المتلقي وهي الإذاعة، التي يتم الاحتفاء بيومها العالمي في 13 من فبراير كل عام، حيث تربط احتفائية الدورة 12 بين الإذاعة والسلام. الإذاعات لعبت وما تزال دورا كبيرا في مناطق الصراع الدامي خصوصا منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى تعطل المنظومة الكهربائية في عدد من الدول مثل اليمن وسوريا ولبنان
إلى التعويل مجددا على المذياع للحصول على مستجدات الأخبار وتطورات الصراع الذي أكمل 12 سنة تحديدا منذ فوضى العام 2011. الرواية الإعلامية قد تذكي نار التوتر أو تهيئ الظروف المواتية للحفاظ على السلام، لكن المتابع لدور هذه الوسيلة الهامة في مناطق النزاع خصوصا بلادنا يلحظ أنها باتت موجهة وفق رؤية الطرف المسيطر على نطاق انتشارها، بل ذهبت ميليشيا الحوثي إلى ما هو أبعد من ذلك بإغلاق عدد من القنوات المستقلة ومصادرة أجهزة البعض الآخر، وجعلت جميع المحطات الإذاعية المحلية في مناطق سيطرتها تبث الرسالة التحريضية الداعية إلى استمرار القتال وبث خطاب الكراهية. مصادر محلية من قلب العاصمة صنعاء أكدت أن ميليشيا الحوثي استحدثت مجلسا خاصا للإشراف على عمل المحطات الإذاعية وتوجيهها ببث الخطاب الذي يتماشى مع سياساتها ومواكبة مناسباتها الطائفية، ما أدى إلى تنامي العنف واستمرار الحرب، مستغلة بذلك سيطرتها على أجهزة البث التي تغطي معظم المناطق المحررة، في حين ظل البث الإذاعي للحكومة الشرعية غير قادر على الوصول إلى مناطق سيطرة الميليشيا ومواجهتها بالخطاب الذي يعزز من ثقافة السلام. مراقبون يقولون إنه لا بد من تعزيز دعم الإذاعة المستقلة اعترافا بأهميتها في تحقيق السلام، لكن ذلك يبدو بعيد المنال في ظل سيطرة الميليشيات الإرهابية على الأرض كجماعة الحوثي التي تتعامل مع الإعلام المستقل والإعلاميين في اليمن بأنهم خطر ينبغي إسكاتهم، وإن كان السبيل إلى ذلك بقتلهم أو الحكم عليهم بالإعدام. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا صلاح القادري رئيس قطاع إذاعة صنعاء البرنامج العام، مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام، وكل عام وأنت بخير، وكل عام وكل من يعمل في هذه الوسيلة الإعلامية الجماهيرية الهامة الإذاعة في يمننا الحبيب وفي وطننا العربي وفي العالم أجمع، ولمن يستمع هذه الوسيلة الإعلامية الجماهيرية كل عام وهم في خير، والإذاعة تؤدي رسالتها بكل مصداقية وأمانة حفاظا على الأوطان وتنمية وتوعية ومعرفة وتثقيفا وترفيها وكل الجوانب المعنية بالرسالة الإعلامية السامية والهادفة والقيمة. وأنت وجميع العاملين في الإذاعات اليمنية المحلية العربية بألف ألف ألف خير. أولا، الإذاعة والسلام هو موضوع اليوم العالمي للإذاعة عام 2023، كيف يمكن تحقيق هذه الغاية السامية خصوصا في مناطق النزاعات؟ أخي الكريم، حينما يكون الإعلام مهني وحريص على الأمة وحريص على أمنها واستقرارها وسلامها تكون رسالة الإعلام رسالة سلام. نعم. حينما يكون الإعلام هادف في تنوير العقول وتثقيفها وتنمية المجتمعات ثقافيا وزراعيا وسياحيا ورياضيا ومعرفيا في شتى الجوانب والمعارف وعلميا واقتصاديا، تكون الرسالة الإعلامية رسالة سلام وحب ووئام لمختلف الشعوب. نعم. وحينما تستخدم وسائل الإعلام وخصوصا الإذاعات المحلية منها في التعبئة الطائفية والعنصرية المقيتة وفي بث خطابات أو بث السموم النعرات والاقتتال والدمار، تكون الرسالة عكس السلام تماما، وهذا ما قامت به ميليشيات الحوثي. نعم. الآن كيف ترى، هل باتت الإذاعة برأيك يعني عاملا هاما في إشاعة السلام، أم أنها وسيلة لتسعير الحرب؟ صانع الرسالة الإعلامية والقائم بالاتصال هو الذي يستطيع أن يوجه وسيلته الإعلامية إما باتجاه السلام أو باتجاه الحرب.
من يؤمن بأن الرسالة الإعلامية وأن الإذاعة مهنية تسعى إلى السلام ستكون رسالته الإعلامية في هذا الإطار. نعم. ومن يريد أن يعبي الناس تعبئة طائفية عنصرية ويقودهم إلى محارق الموت ستكون وسيكون خطاب هذه الإذاعة بمختلف برامجها تعبئة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. طيب كيف تقيم واقع العمل الإذاعي في بلادنا، خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية التي تتحكم في الحرف وتسيطر على الأثير؟ أخي الكريم، كانت الإذاعة قد انطلقت وتوسعت في مختلف محافظات الجمهورية. كان لدينا إذاعة صنعاء البرنامج العام، وإذاعة عدن البرنامج الثاني، ثم إذاعة الشباب، ثم إذاعة حضرموت والمكلا وسيئون، وإذاعة مأرب، وإذاعة إب، وإذاعة تعز. نعم. ومختلف الإذاعات. كان لدينا بضع إذاعات، إلى أن قامت الثورة انطلقت الإذاعات في كل محافظات الجمهورية، ووصل عدد الإذاعات إلى 15 إذاعة محلية. كل هذه الإذاعات المحلية تسهم في التوعية، في التثقيف، في التنمية، في مناقشة القضايا المحلية، في معالجة القضايا السكانية، في معالجة القضايا الصحية، في حل مشاكل المواطنين، معاناتهم، تنمية مواهبهم، إبداعاتهم. كانت الإذاعة مدرسة يتخرج منها الأدباء والكتاب والمثقفين. نعم. وعمل في الإذاعة اليمنية أعمدة من أعمدة الوطن، شعرا وأدبا وثقافة ونثرا وعلما ومعرفة. نعم. إلى أن جاءت الميليشيا الحوثية، كان الهدف الرئيسي لها الإعلام بعد السيطرة على مؤسسات الجيش، واستهدفت المؤسسات الإعلامية كان الهدف الثاني. نعم. وسيطرت نعم. عليها. ومن يخطط ويمول هذه الميليشيات أدرك أهمية الإذاعات المحلية. نعم 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 نعم. وصلت الفكرة. أستاذ صلاح القادي، رئيس قطاع إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لك. في مستجدات زلزال القرن، أصبح زلزال تركيا وسوريا الخامس فتكا بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين. يقترب عدد القتلى من حاجز 40,000 بحسب إحصائيات غير نهائية لعدد القتلى في تركيا وسوريا. ففي تركيا ارتفع عدد القتلى إلى 31,643 شخصا، فيما تتواصل جهود الإنقاذ بحسب ما ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، التي قالت إنه تم إجلاء 147,934 شخصا من المناطق المنكوبة. وفي سوريا ارتفعت حصيلة الضحايا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى نحو 5,300 قتيل، بينما نقلت وكالة تاس عن مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط أريك برينان أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت أكثر من 8,000 قتيل حتى الآن. في غضون ذلك، دمرت الحرب الحوثية حياة اليمنيين وطاقاتهم وإمكانياتهم، وعجزتهم حتى عن مؤازرة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، بعد أن ظلوا لعقود طويلة في مقدمة المبادرين في الكوارث. ورغم أن الزلزال دمر بلدين شقيقين، إلا أن اليمنيين أكثر وجعا لوضع سوريا بسبب حرب مدمرة مزقتها وأعجزتها عن مواجهة الكارثة. في اليمن الغارق في مآسيه وخرائبه التي خلفتها فوضى العام 2011، يتابع اليمنيون زلزال سوريا وتركيا بقلق متعاظم، ويعيشون المأساة بكل جوارحهم، ويشاهدون صورها اليومية بقلوب تقطر الدمع، ولا تخلو مجالسهم ووسائل تواصلهم من الحديث عن الفاجعة، ويرفعون أكف التضرع والدعاء للضحايا، وأن تكون هذه الكارثة خاتمة أحزان أمتهم. اليمنيون لطالما كانوا قبل الكارثة الحوثية مبادرين لنجدة ضحايا الكوارث في الدول العربية والإسلامية، باذلين ومتفاعلين بكل عفوية لإغاثة المنكوبين والإسهام المتواضع في التعمير لإغاثة أشقائه، سواء كانوا ضحايا كوارث طبيعية أو عدوان غاشم أو حروب أهلية رغم ظروفه الصعبة. ولطالما هبت حملات سخية للتبرع يتشاركها اليمنيون بكل فئاتهم، والموظفون بمرتباتهم، وحتى التلاميذ الصغار بمصروفهم المدرسي،
لما عرف عن أبناء اليمن من نجدة ونخوة عربية ومعدن ثقيل يتجلى في كل الشدائد، فضلا عن الدعاء وصلاة الغائب، صلاة لم تكن تغيب عن مساجدهم وغابت كليا في الزمن الحوثي المتوحش. اليوم فقط يشعر اليمنيون بغصة مريرة لأن نكبتهم أعاقتهم عن أداء واجب لم يتقاصوا عنه يوما، ويلعنون الظروف التي شلت قدرتهم وأعجزتهم عن إعانة أشقائهم بسبب حرب مدمرة وأطماع سلالية أهلكت مقدراتهم وأدخلت بلدهم في جحيم عز إخماده، خدمة لأجندات خارجية أحرقت المنطقة وشغلت الناس عن بناء أوطانهم وأنين أشقائهم. ورغم الصدمة التي يعيشها اليمنيون من هول الزلزال المدمر في بلدين شقيقين، إلا أنهم أكثر وجعا لحال سوريا المدمرة أصلا، فثمة حرب مزمنة استنزفت إمكانياتها وأحالت بنيانها إلى خرائب وأطلال قبل أن يأتي الزلزال ليضاعف خرابها ويشل قدرتها على مواجهة الكارثة ويعقد جهود الإنقاذ بسبب الحرب والحصار وتمزق الدولة التي يحتاجها الناس في مصائب كهذه. وهو ذات الوضع في يمن جريح أنهكته حرب مزمنة ودمرت بنيانه وبنيته، وسط مخاوف من كارثة إضافية كهذه لن تكون لديهم أي قدرة على مواجهتها ما لم تنتهي الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويتحقق للبلد المنهك سلام شامل يداوي جراحة شعب نازف ووطن منهار ودولة مسلوبة الإرادة والقرار. الملفات مستمرة وفيها بعد الفاصل. في فلسطين، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيا في نابلس وتعتقل في الضفة وتهدم في القدس. ١١ فبراير هي يوم نكبة الوطن. ثورة 11 فبراير المزعومة هي اليوم الأسود في حياة اليمنيين. ما هي الإنجازات التي أنجزتها هذه الثورة؟ بعد نكبة 11 فبراير لم تعاني كثير الكثير من النزوح سياسيا واقتصاديا وعسكريا. خرجوا على أساس ثورة هي نكبة وليست ثورة. اليمن كان يتمتع بامتيازات كثيرة. رحمة الله على الزعيم أوجد كل شيء، ولكن نكبة 11 فبراير علمت كل ما هو جميل. نكبة بكل المقاييس، حيث وجدناها أنها نكبة أخلاقية، نكبة للتعليم، نكبة للصحة، نكبة للأمن، نكبة للحياة العامة المواطن الذي افتقد فيها الأمن والأمان. نكبة 11 من فبراير تعطيل التنمية لأكثر من 10 سنوات. ١١ فبراير هي نكبة وطن، سببت الدمار اليمنيين، أتت المجاعة، شردت العديد من الأسر، جلبت الحوثي إلينا، الآن جابت قصف الحوثي المشدد اليمني بشكل عام. في الأراضي العربية المحتلة استشهد مواطن وجرح آخرون في مواجهة خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس في الضفة الغربية، ونفذت قواتها عملية هدم واقتحام لمنزلين في جبر المكبر بالقدس المحتلة، فيما بشر جنود الاحتلال بشن حملة اعتقالات في الضفة وجدد المستوطنون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى. تظل مدينة نابلس كابوسا يؤرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليشن جنوده بين الحين والآخر هجوما بحق سكان المنطقة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب متأثرا بجروح وإصابة 7 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة وحصارها إحدى البنايات السكنية في شارع سفيان وسط إطلاق نار كثيف ومواجهة من قبل المقاومين. الله أكبر. وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بجانب إصابة عشرات الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام في المواجهات التي انتهت باعتقال شابين بعد إصابتهما بالرصاص في محيط المنزل المحاصر. هناك أيضا 3 إصابات بالرصاص الحي
عولجوا بالمستشفيات، ايضا هناك اصابه لاحد الشبان، رصاصه عولج في الميدان لم يتم نقله، هناك مجموعه من الاصابات نتيجه الوقوع و15 نتيجه الاختناق. من جهة ثانية واستمرارا لمسلسل الهدم المتواصل بحق منازل المقدسيين تحت ذرائع وهية، اقتحمت قوات الاحتلال منازل مواطنين ونفذت عمليات هدم في جبل المكبر بالقدس المحتلة، حيث هدمت منزل المواطن أدهم بشير، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحاصر منزل والده وشقيقه تمهيدا لهدمها بطريقة وحشية وإرهاب متعمد. وفي بلدة الترمسي شرق رام الله، هاجم مستوطنون يهود منزلا وسيارة لعائلة شطرية وقاموا بتحطيمها قبل انسحابهم من المكان. وتواصلا للاقتحامات المتكررة، اقتحم عشرات المستوطنين باحة المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وفي سياق الترهيب، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 6 فلسطينيين بينهم طفل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تركزت في طول كرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل، حيث داهمت قوات مدججة بالأسلحة منازل المواطنين وحطمت محتوياتها. من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة، فيما تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين اليوم خارج الكنيست ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا. تدهور في الحال الاقتصادي واختلالات كبيرة في علاقات إيران بدول العالم من حولها بسبب الملف النووي يفاقم من المشكلة الإيرانية، والاحتجاجات تتواصل رغم محاولات النظام المستميتة إذاعة أخبار قتل التحرك الداخلي بالإعدامات وكذا فرض الاعتذار على كل مشارك في الاحتجاجات كشرط للبراءة. البحث عن زعامات جديدة للاحتجاجات في إيران ذات ارتباط في الداخل يعيد نجل الشاه بهلوي إلى الواجهة من جديد بعد 52 عاما من الغياب. فقد شهدت لوس أنجلوس الأمريكية تظاهرة حاشدة للإيرانيين أكدوا من خلالها السعي لإسقاط نظام ولاية الفقيه والاتجاه نحو الدولة المدنية وإسقاط كافة الشعارات الدينية. في الوقت ذاته يظهر أن الطقس السيء والثلوج قد حدت بنسبة كبيرة من جذوة الاحتجاجات والخروج إلى الشارع، إلا أن طهران شهدت شعارات تم توحيدها تنادي بالموت لخامنائي، ما يراه السياسيون استمرارا للاحتجاجات التي اندلعت قبل 5 أشهر. وحاول النظام الإيراني إخمادها بأحكام الإعدام والاحتقال الواسعة والمواجهات المباشرة التي قتلت أكثر من 500 إيراني محتج. وما بين إخماد النظام للاحتجاجات وإصرار المعارضة الإيرانية على وجودها، تتشكل نتيجة لذلك عددا من السيناريوهات على رأسها التحرك العسكري جنوبي إيران في ظل تحرك عرقي قد يفتح على النظام الديني عددا من الأبواب السياسية والعسكرية. كما أن سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران هي من تشكل موجة جديدة من الاحتجاجات المنتظرة في ظل عرقلة الملف النووي الذي ساءت على إثره العلاقات الإيرانية مع محيطها العالمي، ما ينذر بكوارث على النقد والسلع وخروج ثورات جياع من ضمنها الاحتجاجات الحالية في منجم النحاس وقطاع عمال الطاقة في وقت سابق. الاحتجاجات في إيران قد تستمر وقتا أطول في ظل المراوغات الإيرانية بشأن الملف النووي، حيث يرى البعض بأنها أنجح طريقة لجر النظام الإيراني لكبح جماح التحرك العسكري في الملف الأوكراني وكذا تخصيب اليورانيوم. وقادم الأيام يراه عسكريون وسياسيون أنه أكثر تطورا من ذي قبل. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب فيصل الأحوازي مدير المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، مرحبا بك. طيب لك يا أخي الكريم وإلى مشاهدين قناة اليوم أينما كانوا، حياكم الله وأهلا فيك. عودة بهلوي إلى الواجهة بعد غياب لفترة طويلة، كيف تقرأ هذا التحرك الأخير من لوس أنجلوس؟ نعم حقيقة ابن الشاه هو كان مغيب أكثر من 5 عقود، ولكن بالآونة الأخيرة عندما أدرك أن القرب والعالم بشكل عام مصمم على تغيير النظام في داخل إيران، حاول أن يعني يوصل إلى طريق وإلى
يعني مكانه ترجعه إلى الحكم في إيران ما بعد النظام الملالي. نعم. ولكن حضرتك والمشاهدين الكرام يعرفون تماماً أنه لا يمكن لأي نظام في إيران إن كان ملكياً أو كان من مجاهدي خلق أو أي كان فارسي لا يحترم حقوق الشعوب غير الفارسية في جغرافية بما تسمى إيران. نعم. ولهذا السبب ابن الشاه بمعية المناصرين معه والعقول كما يقول الملتفة من حوله عملوا اجتماع في جامعة جورج واشنطن قبل أيام، وللأسف الشديد كل الكلام الذي خرج من هذا الاجتماع من تلك الاجتماع عفوا في جامعة الأمريكية أنه لا نقاش على وحدة الأراضي الإيرانية ولا يتكلم أحد منهم حول الحقوق الشرعية للشعوب غير الفارسية، وكلهم يعني أي متابع للشأن الإيراني يعني يعرف تماما ويدرك تماما أنه كل تلك الاجتماع الذي حصل كانت فيه نفوس يعني تطلب بالثار من دماء. طيب بالنسبة للاحتجاجات في إيران برأيك يعني هل تضغط تلك الاحتجاجات على النظام الإيراني الحالي إلى اتفاق نووي وتحسين صورته أمام العالم، أم أن تلك الاحتجاجات ستكون بداية لنهاية هذا النظام؟ حقيقة بالنسبة للوضع النووي في داخل إيران أو في ما بين الدول الغربية، أنا أتصور أنه وصل إلى طريق مسدود، ومحاولات دعوة الصين إلى رئيس إيران إلى بيجين محاولة لإحياء الاتفاق النووي. ولكن لنكون واضحين ودقيقين فيما يحصل في داخل إيران. أولا، نسبة التضخم والغلاء المعيشي وصل إلى أسعار خيالية، لا يستطيع الإنسان في جغرافية ما تسمى إيران أن يشتري على الأقل أقل البسيط الأمور البديهية لعائلته. فلهذا السبب ما حصل في عام 2019 والآن من مظاهرات مستمرة هي كلها بسبب أنه الإنسان وصل إلى نقطة لا يستطيع أن يعيش حتى بالأقل الإمكانيات. أنا أتصور أنه هذه المظاهرات، طبعا المظاهرات هي تغيرت من النهار إلى المساء، وهذه المظاهرات إن دل على شيء والمتظاهرين يعرفون أن أي رجوع لهم في هذه المظاهرات سوف تكون له عواقب كارثية. فلهذا السبب جميل جدا وصلت الفكرة، أشكرك كل الشكر. مدير المركز الأحوازي لحقوق الإنسان فيصل الأحوازي، شكرا جزيلا لك. في جنوب الحديدة انطلقت النسخة الأولى من ماراثون جبل راس للجري الذي احتضنته مديرية حيس المحررة، وشارك في الماراثون 20 متسابقا من أبناء مديرية حيس وجبل راس لمسافة 3 كيلومتر. حصد فيها المركز الأول منير شكري، والمركز الثاني رائد الشميري، والمركز الثالث محمد حضرمي، وتم تكريمهم بالكؤوس والمبالغ المالية، كما تم تكريم المشاركين بالميداليات والشهادات التقديرية. نتشرف نحن بأن يكون بيننا هؤلاء الأبطال والذين يبعثون برسالة قوية إلى الميليشيات الحوثية بأنهم هنا في هذا المشهد الجماهيري الضخم الذي تقيمه المقاومة في جبل رأس، هذا المشهد الذي يعبر عن رفض الميليشيات الحوثية في كل مناطق الجمهورية. ونتمنى أن تتجدد هذه الاحتفالات وأن تتجدد مثل هذه الماراثونات التي تنهض الشباب، تنهض بجيل المستقبل، تنهض بجيل الثورة، وترفض كل المظاهر التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد أبناء شعبنا اليمني العظيم. والتي احتضنتها الجارة مديرة حيس البطلة، والتي قد دئبت باحتضان المواطنين النازحون أو المهجرون من ميليشيات الحوثي، وإن شاء الله أيضا في فرحات متقدمة ومتجددة ستحتضنها مديرية حيس الحبيبة. مديرية جبل راس نرفعها من ضمن المديريات في الساحل، وذلك كتنكئة لميليشيا الحوثي الذي نريد أن ننكئها إن شاء الله حتى يكتمل النصر، سواء بالفرحة الشبابية أو مع زملائهم في المتارس، متارس الشرف والبطولة. ونحن بإذن الله مستمرين في هذا الدعم على كافة المستويات في الأنشطة الرياضية بعد حلول رمضان المبارك،
وأيضا المعركة الرياضية هي جزء لا يتجزأ من معركة ضد الميليشيات الحوثية، ونحن بإذن الله كمقاومة جبل راس نتطلع إلى تحرير مديريتنا وإلى كل تراب الوطن الغالي من براثين الميليشيات الحوثية. وفي الملف الرياضي، شهدت العديد من ملاعب العالم الكثير من المباريات المهمة في مختلف الدوريات الرياضية كالدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، حيث قدمت الفرق المشاركة مباريات وأداء كرويا متميزا في الدوريات الرياضية المقامة لهذا العام. ملف رياضي أحداثه متواصلة في مختلف الدوريات، حيث شهدت ملاعب العالم عددا من المباريات المهمة. الدوري الإسباني، فيه حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على مضيفه فياريال بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا سيراميكا، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 في الدوري الإسباني، فيما فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره سيلتا فيغو بهدف نظيف ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني، وتعادل كل من ختافي ورايو فالكانو بهدف لكل منهما. وأخيرا اكتفى فريق بلد الوليد بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعته أمام نظيره أساسونا على ملعب نيوفو جوسي في مباريات الدوري الإسباني. وفي الدوري الإنجليزي، حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما اقتنص مانشستر يونايتد فوزا مثيرا على مضيفه فريق ليدز يونايتد بثنائية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب آيلاند رود ضمن منافسات الجولة 23. وفي الدوري الألماني، حقق فريق هيرتا برلين فوزه الأول بعد 4 خسارات متتالية، وذلك في المباراة التي جمعته في عقر داره أمام منافسه بوروسيا، والتي انتهت 4 أهداف لهدف واحد في منافسات الجولة 20 من الدوري الألماني. كما فاز فريق كولون على نظيره انتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة 20 في الدوري الألماني. وأخيرا الدوري الإيطالي، وفيه انتهت المباراة بين نابولي وكريمونيسي بفوز نابولي 3 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري الإيطالي، فيما حقق فريق يوفنتوس فوزا بهدف نظيف على نظيره فيورنتينا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي. كما تعادل فريق أودينيزي مع ضيفه ساسولو بهدفين لكل فريق خلال المباراة، فيما فاز فريق مونزا على مضيفه بولونيا بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإيطالي. بهذا مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة. حتى الملتقى، هذه تحياتي وتحيات الزميلة فكرية الشيخ، في أمان الله. في أمان الله.